هنا عشان نسمع رؤية الكابتن أحمد رمضان، وهو مدرب مصري مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو اللي وجه الدعوة للكابتن علاء عبد العال للمشاركة في هذه الدورة التدريبية، وهو لاعب سابق في نادي المقاولون العرب. كابتن أحمد رمضان، مساء الخير. أهلا بيك يا أستاذ محمد، أهلا بيك كابتن علاء. أهلا بيك كابتن أحمد. النادي الأهلي، سعيد ان انا اكون معاكم في المداخله. واحنا سعداء بمشاركتك معنا في الحوار. يا ريت حضرتك تقول لنا بعض التفاصيل عن عملك في الولايات المتحده الامريكيه. بدات امتى مشوارك، والمكان اللي وصلت له دلوقتي، او الخبرات اللي اكتسبتها من عملك في كره القدم او في مجال كره القدم في امريكا، وايضا الدوره التدريبيه اللي شارك فيها الكابتن علاء، والهدف منها او الفوائد اللي بتترتب عليه. شكرا يا فندم. انا الحقيقه موجود في امريكا بقالي 20 سنه. النادي اللي انا فيه ده من اكبر 10 انديه على مستوى امريكا لقطاعات الناشئين. طلع من عندنا لعيبه كثيره في منتخب امريكا وفي الفريق الاول في انديه كثيره هنا. وانا دلوقتي معايا الاي لايسنس وشغال مدير قطاع الناشئين للسن 13 14 15 سنه. الفري لايسنس دي اعلى درجه، اعلى رخصه يا كابتن احمد. ايوه بالظبط يا كابتن. طبعا الكابتن علاء درسنا هنا في الدوره التدريبيه المعموله من الاتحاد الامريكي مع الاتحاد الاسباني لكره القدم، وطبعا كان في مجموعه محاضرين حاليين، ودي كانت اول دوره بتتعمل بالمستوى الاول، وطبعا كلها خاصه بالنواحي التكتيكيه والدوري الاسباني وطريقه اللعب في الانديه المختلفه زي برشلونه ريال مدريد واتلتيكو مدريد، ومقارنه بين جوارديولا لما كان بيشتغل مع برشلونه، لما اتنقل من برشلونه وراح بايرن ميونخ، لما اتنقل من بايرن ميونخ ودلوقتي هو في سيتي، وطريقه اللعب واختلاف اختيار اللعيبه. يعني كانت الحقيقه دوره مهمه جدا، وكنت سعيد ان الكابتن علاء شرفنا في حاجه زي كده. هو طبعا مدرب كبير ومدرب خبير، ويعني لما انا قلت له على الدوره الحقيقه ما فكرتش، وفضل ان هو يجي، لان هو دايما بيبص لافضل حاجه موجوده خاصه بالتدريب عشان يتطور كمدرب، ودي الحقيقه اللي احنا محتاجينها كلنا كمدربين وكلاعبين، التطوير دايما باستمرار، احنا نشوف الجديد والافضل ونستفيد بيه. يعني كابتن احمد، الدوري الامريكي في على كل مستوى امريكا، وكان في ثلاث مدربين منتخب اثيوبيا كانوا موجودين كمان، كانوا جايين من هناك، وكان في مجموعه مدربين جايين من بره، وتقريبا شفت 50 مدرب كانوا من على مستوى امريكا، وبعض المدربين زي كابتن علاء كانوا من بره، وكان يعني يعتبر يعني حاجه جميله جدا، ورشه عمل جميله وفورم مكثف، واستفدنا كلنا منها استفاده كويسه جدا. وان شاء الله باذن الله هتبقى في دوره لمده 10 ايام في اسبانيا ان شاء الله في شهر فبراير. وطبعا الكابتن علاء مدعو، وانا ان شاء الله باذن الله هروح واكون موجود هناك برضه، لان احنا يهمنا جدا جدا ان اللعيبه اللي احنا بنشتغل معاها او الانديه اللي احنا بنشتغل معاها تستفيد من الحدث. طيب كابتن احمد، الدوري الامريكي في صفقات وتعاقدات ورواتب وانفاق ضخم جدا، وكمان انتقل له اكتر من نجم من النجوم الكبار في عالم كره القدم في السنين اللي فاتت، عملوا نسبه مشاهده او متابعه عالميه بنسب للدوري الامريكي، زي ديفيد بيكهام مؤخرا، ابراهيموفيتش وغيرهم من النجوم. هل ممكن الدوري الامريكي يوصل لمستوى فني في منافسه يخلي نسب المشاهده له عالميا تزيد في الفتره الجايه؟ والله يا استاذ محمد، هم بيعملوا هنا هم بيحاولوا يطبقوا افضل طرق في العالم. يعني اللي بيحصل كان في المانيا من 10 سنين هم بداوا يطبقوه من 6 سنين. كل في شركه عالميه كانت موجوده في الشركه دي اساسا من بلجيكا، والشركه دي راحت المانيا من 10 سنين عملت تقييم لكل انديه البوندسليغا وتطوير كامل للانديه والقطاعات الناشئين ووصولا للفريق الاول، وحطوا خطه عمل من خلالها بداوا منتخب المانيا خد كاس العالم قبل اللي فات، وطبعا زي ما حضرتك شايف كده يعني متطورين جدا جدا، فهم بيدوروا على كل اللي يقدروا يعملوه
عشان يطوروا اللعبه ويوصلوا. وهم في الفتره اللي فاتت دي ال 10 سنين الاخرانيه دي كل منتخب امريكا تحت 17 سنه او 19 سنه بيوصلوا لدور الثمانيه في كاس العالم. هم طبعا لسه عشان التالنت عشان يعني اللعيبه ذات المهارات العاليه قوي 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 مش موجوده هنا، لكن النظام نفسه قايل يعني النظام نفسه اللي هم بيعملوه بيحاولوا يوصلوا لاعلى تنظيم وخبره واداء بره الملعب وجوه الملعب للعيبه بتاعتهم. هم هيوصلوا هيبقوا كويسين، وبداوا طبعا هم من زمان بيجيبوا اللعيبه عشان يرفعوا مستوى المشاهده ويرفعوا مستوى الاداء، واللعيبه هنا كمان تتعلم. لكن انا اعتقد اللي هيشيل قوي قوي الفتره البدايه دي اللي هم بيطبقوه حاليا لتطوير القطاعات الناشئين من سن 8 سنين لحد الفريق الاول. هم دلوقتي بداوا يحطوا بصمه يعني ايدنتيتي يعني مفهوم شخصيه للفرق والمسابقه. نعم كان ليها ستايل غير الناحيه الجسمانيه العاليه جدا والاداء الدفاع المنظم، لكن دلوقتي بداوا يحطوا السيادات اللي المفروض تبقى لا هو الصوت خلاص في يعني كان الصوت مش واضح بالنسبه لي، بس وضحت وجهه النظر وبشكرك جدا على المشاركه معنا في الحوار كابتن احمد رمضان المدرب المصري المقيم في الولايات المتحده الامريكيه.